يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ابنتي تريد أن تعتمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا العمل؟ هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجر ما من يعمل بعده، فلا حاجة إلى أنك تجعل له عمرة. إذا اعتمرت لنفسك فللرسول أجر مثل أجر، لأنه هو الذي دلك على هذا، فلا حاجة إلى عمل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حاصل له صلى الله عليه وسلم. نعم.